أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض كفى بالله وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الناس قد كان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا عند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا بصيرا. يا أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المؤمنين. للمحسنين.
ليثبت الذين وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتدونني بمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بأنفسهم لولا يعذب الله بما نقول حسبهم جهنم يصلون فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. يا أيها المد الجائز المنفصل. لا تناجيتم جيتم صفة اللين حرف اللين. إذا تناجيتم فلا تؤفى الإظهار الشفوي الشرد إظهارا. فلا تتناجوا بالإثم الإظهار لام القرن. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى القلقلة صغرى. واتقوا الله تغليظ لفظ الجلالة الذي الغام اللام الشمسية. نعم. اذكر مخرج الذال تخرج من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. بارك الله فيك.